شهدت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس الإعلان عن تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يشمل جميع المواطنين بدون استثناء. الحمد لله التطبيق العملي فترة والانطلاق التجريبي للنظام بدأ في محافظة الصعيد، ويعني احنا كنا النهاردة قدام حضراتكم مش كوزير مالية أكتر ما كرئيس نهايه التامين الصحي الشامل عشان نتكلم مع حضراتكم في الانطلاق التجريبي للتغطيه الصحيه الشامله. وكشف وزير الماليه المصري محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن وجود 9 مصادر متنوعه لتمويل نظام التامين الجديد، كما اعلن عن اعفاء اصحاب الامراض المزمنه والاورام من نسب المساهمات المقررة لتلقيهم الخدمة العلاجية. احنا ان شاء الله بإذن الله بعد بورسعيد عندنا في محافظات احيانا بيبقى فيها البنية التحتية كويسة، احيانا القطاع الخاص فيها متواجد كويس وعنده مراكز كتيرة وعنده مستشفيات وبتاع، واحيانا ممكن نروح بعض المحافظات نلاقي البنية التحتية بتاعتها مش لسه محتاجة شغل جامد، وممكن القطاع الخاص ما هوش متوافر بالوضع اللي يمكننا. لازم هناخد في اعتبارنا كل الكلام ده، وبالتالي الشغل على الأرض هو اللي هيبقى حاكمني. الحمد لله رب العالمين عاملين حساباتنا برضو للتعامل مع مثل هذه الحالات، فيعني إن شاء الله بإذن الله مش هتكون ده تحدي بالنسبة لنا، متأكدين من هذا إن شاء الله رب العالمين. مصر بتتحرك إن يبقى عندها الإمكانيات دي، فبدأت تخش إيه مبادرات، تخلص من فيروس سي، تخلص من قائم الانتظار للعمليات الجراحية، تخلص من الأمراض اللي مش عارف إيه، ابدأ التأمين الصحي، ابدأ إصلاح التعليم، إن شاء الله هنضخ أكتر عشان نبني فصول أكتر للطلبة. لو ما كانش عندنا فلوس ما نقدرش نعمل ده، لكن الحمد لله رب العالمين مصر أحوالها كل مادة بتتحسن، عجزنا بيقل، ديننا بيقل، إمكانيات الموازنة كل مادة بيبقى عندها مساحة، فأنا أعتقد إن شاء الله متفائل لمصر ومتفائل لشعبها. وأنا بقول التأمين الصحي والرعاية الصحية ونظام التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين إن شاء الله بإذن الله تحسن مستوى معيشة المواطنين. ويذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام إلزامي تقوم فكرته على التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين.